لما بنحكي إشي بيشبهش أي إشي تتوقعوش من نحنا نصدق. يعني الأمثلة كثير ومش ضروري نحكي فيها، لأنه لما بنحكي إشي لا مفهوم ولا منطقي ما تتوقعوا من أي حد يصدق. هي هيك المعادلة يا حبيبي، عبي عيني وانت بتحكي، فهمني انك فاهم بالأول وعرفني انك شايف، حسسنيش انك غايب طوشة. يا أخي والله انه احنا شعب بنفهم، يعني باختصار بطل يزبط معنا أي كلام ولا بنبلع أي حجة ولا بتمرق علينا أي قصة. يعني قبل ما أي حد يفرد لنا عضلاته خليه صاحي إنه إحنا شعب صاحي، ولا زمن النوم راح ولا هلأ إحنا بزمن مش أي شي بيمشي معنا فيه. يا سيادة الذين تتحدثون إلى وسائل الإعلام ليل نهار، إن لسانك حصانك، إن صنته صانك وإن خنته خانك. التبريرات في البلد تشبه طبخة مش ظابطة، ومع هيك مضطر الزوج أو اللي بياكل يحكي للي عملوا الطبخة شو زاكية بتجنن، صحيح فيها زيادة ملح وصحيح فيها نقص بهارات وصحيح مشعوطة، بس شو عمري ما ذقت مثلها. طبعا مش رح تذوق لأنه ولا حد اليوم بيطبخ هيك. شو زاكية